بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. نتكلم عن الجنيه والخمسين قرش بتاع حياة كريم، بتاع حياة كريمة يا جماعة، وبعض العملات من التذكارية اللي انتوا بعتوها لي، وبعض العملات اللي فيها أخطاء، وأنا قلت بعت أخطائك كلها علشان أفيدك وأقول لك الخطأ ده نادر، الخطأ ده إيه شائع. في أخطاء يا جماعة، يعني إيه معنى نادر وشائع؟ الأخطاء بالذات لازم تعرف معلومة مهمة جدا، في خطأ نادر وخطأ شائع. ايه الخطا النادر؟ خطا النادر مثلا لو انت في الخمسين قرش دي حياه كريم، بيبقى التاريخ اوقات مش موجود لا وش ولا ظهر يا جماعه، تمام تمام طيب لو العملات كلها بقى موجوده بالطريقه دي برضو مش موجوده في العملات كلها، يبقى خطا شائع، اصبح ما يعملش فلو، يعمل 2 3 جنيه كبير واول عمل 5 جنيه. انما لو هي الخطا بقى بتاع التاريخ دي مثلا مش موجود الا في دي، واحنا حققنا وشفنا عملات كتيره على فكره التاريخ مش موجود الا في حياه كريمه وبعض عمله واحده، تمام، فاصبح يبقى نادر. بس عمله تذكاريه لسه مسقوق قدامها المناسبه دي، قدامها سنتين ثلاثه لما تنتهي، يبقى في الحاله دي نصبر السنتين او السنه او الثلاث سنين، في الحاله دي تجيب فلوس الخطا ده اهو اللي هو مش موجود التاريخ فيه، لان بعض العملات اغلبيتها فيها التاريخ، تمام، يبقى اصبح نادر. لو التاريخ بقى مش موجود في العمله دي بس، يبقى اصبح نادر. حتى لو موجود بينها 100 واحد، حتى لو موجود بينها 1000 واحد، يبقى نادر برضه، لان الصك منها 5 مليون واحده ل 50 قرش، والصك من الجنيه 10 مليون قطع، تمام، عشان تبقى انتوا عارفين. يبقى عرفتوا النادر من الشائع ايه؟ في عملات كتير انتوا بتبعتوها لي بتبقى مجنزره، بتبقى بتاع، بتبقى الجنيه مثلا نص ممسوح او نص مقلوق او بتاع، دي عمله اسمها شائع، خطا شائع، خطا شائع ما يسواش فلوس، يسوى يعني كبيره 2 3 جنيه، ولكن فيما بعد هيبقى له قيمه وهتحتاجه وهيعمل بدل ال 3 4 جنيه هيعمل 20 30 جنيه. ودايما اقول عين عملتك، نظفها حلو، روقها حلو، اكتب المواصفات اللي انا بقولها لك في كل فيديو مواصفات عشان يعرف اللي هيشتري يجي يقول اه الراجل ده فاهم في عملته، ما اقدرش اقول له 5 جنيه ولا 10 جنيه لانه فاهم بيعرض عملته صح. انا قلت كده 1000 مره لكم بس انتم ما حدش بيسمع الكلام، تمام. هنعرف اسعار ال 50 قرش والجنيه دي بتاع اللي هي حياه كريمه بعد الانترو بتعمل ايه. زي ما قلنا السلام عليكم الاول، صلوا على رسول الله. ديت ال 50 قرش دي من غير تاريخ اهي، والجنيه نفس الشيء فيها يا جماعه برضو من غير تاريخ، تمام، بس بعض العملات منه. وعندك اللي هي تطوير الريف المصري دي اوقات بتلاقي ايه الكلمه تحت او ما او ممسوح كلمه او بتاع، بس ده خطا شائع لان لقيته في بعض العملات كتير، انما التاريخ ده اهو لقيته مش موجود في العمله ديت قليل، تمام، فاصبح نادر يبقى خطا نادر، تمام، ويعمل فلوس كويسه مش ما يعملش، لا يعمل، تمام، يعني ممكن يوصل ل 70 جنيه و 80 جنيه، ممكن يوصل اكتر من كده لو هو بياخد العمله اهي قدامك اهي، ده ال 50 قرش اهي، شايف اللي هي حياه كريم مفيش فيها تاريخ لا وش ولا ظهر اهي، تمام، بس شوف بقى صاحبها عارضها ازاي، معلش شوف متسخه ازاي، شوف عامله ازاي، معلش انا لو بشتريها مش هشتريها ب 2 جنيه ولا 3 جنيه، وهي تسوى 50 60 جنيه، بس انا مش هاخدها اصلا ولا حد هياخدها لو انت عرضتها بالشكل ده. قلت نضف عملتك وخليها شكلها حلو وانصر، بتغري الزبون وبتغري الواحد اللي عايز يشتري حتى بياخدها والله من غير حاجه لان شكلها حلو، انما انت بوظت شكلها، عدمتها اصلا، صح ولا لا؟ دايما قلت نضف عملتك، شوف انا بقول اوزان ايه وشوف بقول ايه عن العمله وبشوف الصك منها ايه، تكتب كل ده في عملتك، انت المستفيد كتير لان اللي هيشتري قلت هيفهم انك فاهم، مش هيقدر يضحك عليك ولا يقول لك حاجه. العمله دي تعمل فلوس فيما بعد، اصبر عليها شويه، المناسبه بتاعتها تنتهي سنتين ولا بتاع، العمله بتاكلش تشرب معاك كده كده هتعمل فلوس. 50 قرش اهي، شايف واحده ثانيه بتاع واحد بعتها لي برضه من الاصدقاء، جمهوريه مصر العربيه مش موجود. واوقات يا جماعه عشان نبقى واضحين، العمله اوقات من التداول من يد ليد والكلام من دي بتتمسح، تمام، عشان نبقى احنا عارفين. انا قلت اقول لكم كل حاجه بما يرضي الله، اوقات بتتمسح من التداول، دي طبعا لا تساوي شيء لان اتمسحت والعمله مش معاها، العمله معاك انت اللي تقدر تميز عملتك. العملة لو معايا انا اقدر احكم عليها اتمسحت او عيب صك او او او، لو معايا من الملمس هعرف انا هعرف العملة، انما انت معلش حاول وخلاص تستنتج كده حاجة منها. ديت لو هي عيب صك فعلا وعيب صك فعلا وكده ومفيش فيها الكلام من ده تساوي فلوس، ممكن تعمل لها 70 جنيه و80 جنيه، ممكن هو ياخدها ب 120 جنيه وزيادة، 150 قرش يا جماعة قيمتها ايه؟ تمام؟ عشان تبقى انت عارف، واصبر على عملتك وعينها شوية كده كده هتعمل فلوس يا اخي.
ديت بالنسبة ل50 قرش، والجنيه برضو بتاع الأخ اللي بعته لي ممكن يكون من التداول اتمسح، لأن أنا شاكك في الجنيه ده برضو بصراحة. إنما لو هو عيب صك معاك، يبقى ممكن إيه عيب صك يعمل له 40 جنيه 50 جنيه وممكن يزيد عن كده. أنا ما أقدرش إن أنا أقول أكتر من كده، لأن أنا قلت أقول لكم الأسعار بما يرضي الله، مش هقدر أعشم حد وأقول له عملتك تعمل 200 جنيه ويجي في الآخر يقول لي إيه ده ما عملتش إلا 20 جنيه. لأ، أنا دايما قلت من البداية أقول على الأسعار الصح، وأقول على كل شيء بصراحة على أساس ما أغشش حد خالص، وأقول لكم كل الحقيقة كاملة. يعني مش هجامل حد يا جماعة، مش هجامل حد، يعني هجاملك ليه؟ ليه؟ أضحك عليك أصلا، وأغشك ليه زي القنوات التانية اللي يقول لك 50 قرش تعمل 2000 و3000؟ ليه يعني؟ يا دهب، والله لو دهب حتى ما تعمل كده. تمام؟ ديت بالنسبة للعملة دي. في عملة تانية بالنسبة للي جاي دي 25 قرش، هي برضو تكاد تكون من اليد لليد لليد، لأن قديمة وبتاع يكون اتمسحت، بس هي لو عيب صك فعلا وكده أهو بالطريقة دي، 25 قرش دي تعمل فلوس ممكن توصل 60 70 جنيه و80 جنيه وأكتر من كده كمان، وعادي وعين عملتك. الجنيه ده هو أصلا ده اتصك كده بس ما اتطبعش عليه ولا اتعمل في المكنة، لا كتب جنيه ولا كتب قد ايه ولا مناسبة ايه ولا الكلام من ده، برضه ده يعمل فلوس يا جماعة، ده يعمل فلوس. تمام؟ يعني ممكن يعمل له 50 جنيه 60 جنيه. في الجنيه دوت برضه بتاع الاصدقاء ده بتاع تاريخ، بقى التاريخ بتاعه اصلا اتعمل على ظهر العملة، يعني في التاريخ بتاعه بيبقى مكتوب على اللي هو 1 جنيه، بتلاقي اللي هو ده بتلاقي مكتوب ايه التاريخ، بيبقى في الجنب كده هنا الميلادي وهنا الهجري والكلام. لا ده اتصك بالخطأ، جه في ظهر العملة زي ما انت شايف كده التاريخ اهو، وادي جمهورية مصر العربية في ظهر العملة، ده خطأ، ده اسمه خطأ وخطأ نادر كمان. ها، لان حتى لو موجود من العملة دي 100 عملة 200 عملة حتى لو 500 لو 1000 يبقى نادر برضه، تسوى فلوس، ممكن تعملها 70 جنيه 80 جنيه وممكن تزيد، ما هو 1 جنيه برضه ما نقدرش نقول اكتر من كده، ممكن تبيعه ب 200 جنيه، انت حر، ممكن انا ابيعه ب 1000 جنيه برضه، مش مقياس بيع وشراء. ادي واحد بعت لي برضه اهوت صديق اللي هو ال 50 قرش بتاع الريف اللي ما فيش فيها التاريخ، وادي ال 10 مليم اهي اللي هي 72. تمام؟ ديت فيها خطأ اهو، لان ال 10 مليم دي برضه اللي هي 76 ديت برضه بتعمل فلوس، ممكن برضه تعمل فلوس كويس. انا عامل فيديو على فكره للبتاع هنزله بعد العيد، هنزله باذن الله اليومين دول، في ال 10 مليم وفي الكلام ده كله واسعاره ايه بالظبط. تمام؟ والاخطاء بتاعتها عاملها ده برضو تعمل فلوس حلوه كويسه، ممكن توصل مثلا 80 جنيه وفي ممكن توصل 120 جنيه بالنسبه ل 10 مليم ده. في فرق طبيه برضو، ده انا اتكلمت عن الجنيه ده قبل كده، اللي هو ايه بتقلبه بتلاقي ايه الجنيه مقلوب والكلام من ده، ايوه ده، بس ده متواجد، الخطا ده متواجد مع الكل يا جماعه علشان نبقى واضحين، يعني مش هيعمل اكتر من 20 جنيه ده اذا عمل كمان، لان ده موجود اخطاء كتير. احنا قلنا الخطا الشائع مش هيعمل ال50 قرش ديت، مش عارف بقى ديت هل متداوله مثلا من اليد، هل تصك، هو هتحاول انت تميز عملتك او تقول لي ده ايه بالظبط، انت معايا؟ لان العمله مش معايا ما اقدرش احكم، انما هو لو عيب خطا صك وبالطريقه دي لا تعمل فلوس، ممكن توصل 120 جنيه واكتر من كده كمان بكتير بكتير. انا مش عايز اقول يعني ايه، انا بقول وخلاص اسعار وصل، يعني ممكن تعملها 70 80 جنيه فوق ال 100 جنيه انت وحظك يعني. تمام؟ دي بالنسبه للعملات دي. والخمس قروش دي اصلا كده كده بتعمل فلوس لانها مهشره، الخمس قروش دي المهشره دي اللي 84 اللي هي الاهرامات دي بتعمل فلوس، لان ممكن توصل 100 جنيه زياده عن 100 جنيه كلام من. ارجو ان اكون افدتكم، ارجو ان اكون افدتكم، ارجو ان اكون بجيب لكم معلومات يعني تستاهل. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وابعت اخطائك كلها عشان اعرضها لكم.